السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طلاب السنه الثالثه اعدادي، ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ النهارده يا رجاله هنتكلم على درس جديد عندنا اسمه ثوره الشعب المصري وتعيين محمد علي. لما هنتكلم على ثوره الشعب المصري وتعيين محمد علي يبقى لازم نرجع لاخر حاجه احنا بصينا عليها واتكلمنا عليها. كانت هي اخر حاجه اتكلمنا عليها يا شباب؟ اخر حاجه احنا كنا اتكلمنا عليها هي ايه؟ هي خروج الحمله الفرنسيه من مصر. خرجت الحمله الفرنسيه من مصر سنه 1801، سنه 1801 تمام كده؟ طب يا ترى بعد خروج الحمله الفرنسيه من مصر هل مصر استقرت ولا مصر حصل فيها حاله من الفوضى؟ المفروض يا رجاله ان مصر تكون استقرت، لكن للاسف الكلام ده ما حصلش، وحصل في مصر حاله من الفوضى. حاله من الايه؟ الفوضى. طب سبب حاله الفوضى دي ايه يا شباب؟ سبب حاله الفوضى دي ان حصل صراع ما بين ثلاث قوى على الحكم. حصل صراع ما بين ثلاث قوى على الايه؟ على الحكم. مين هم الثلاث قوى دول؟ الثلاث قوى الثلاث قوى دول يا رجاله هم المماليك والدوله العثمانيه وبريطانيا. المماليك والدوله العثمانيه وايه؟ وبريطانيا. الثلاث قوى دول اتصارعوا على الحكم، وكل واحده فيهم كان ليها مصلحه ان هي تحكم ايه؟ مصر. تمام كده؟ طيب المهم ان انتهى الامر بان الدوله العثمانيه هي اللي قدرت تسيطر على ايه؟ على مصر، بعد ما عملت اتفاقيه مع بريطانيا ومشيتها من مصر واتفقت مع المماليك ان هي ايه؟ هتحكم. لكن برضه مصر ما استقرتش. ليه؟ لان يا شباب في سنه 1804 ايه اللي حصل؟ سنه 1804 يا شباب حصل ان الوالي اللي كان موجود في الوقت ده فرض ضرائب وايتاوات على المصريين، فعمل الشعب المصري ثوره اسمها ثوره مارس 1804. طب لما يجي كده في الامتحان يقول لي بقى افسر قيام ثوره مارس 1804، اقول له ايه؟ بسبب فرض الضرائب والايتاوات على المصريين. ها، بسبب فرض ايه يا شباب؟ فرض الضرائب والايتاوات على المصريين، فالمصريين عملوا ايه؟ ثوره. هنا رجاله هيظهر دور الشخص اللي انا هتكلم عليه النهارده، اللي هو مين؟ اللي هو محمد علي. ده محمد علي ده يا شباب كان جاي مصر ضمن الجيش العثماني اللي كان جاي يحارب الفرنسيين ويمشيهم من مصر، لكن اتبقى في مصر او فضل هو وجيشه موجودين في مصر بعد ما الحمله العثمانيه بعد ما الحمله الفرنسيه ايه مشيت. فاول ما قامت الثوره دي عمل ايه؟ امر جنوده باحترام المصريين، امر جنوده باحترام الايه؟ المصريين، وجاهر بالانضمام للعلماء والمشايخ، يعني اعلن ان هو منضم للعلماء والايه؟ والمشايخ، وتعهد ليهم ببذل قصارى جهده لرفع الظلم المفروض على الايه؟ على الناس. تمام؟ طيب هنا بقى ابتدى المصريين يعملوا ايه؟ ابتدوا يبصوا لمحمد علي نظرة رجل عادل يكره الظلم، بالذات لما اقترح محمد علي تعيين ايه؟ لما اقترح محمد علي تعيين خورشيد باشا. اقترح محمد علي تعيين خورشيد ايه؟ باشا. تمام؟ فابتدى المصريين يبصوا لمحمد علي على انه رجل عادل بيكره الايه؟ بيكره الظلم. تمام؟ طيب ايه اللي حصل يا شباب؟ خورشيد باشا جه فرض ضرائب وايتاوات تاني على المصريين، قاموا المصريين بقى المره دي عاملين ثوره يوم 13 مايو 1805، وعزلوا فيها خورشيد باشا وولوا محمد علي ايه؟ حكم مصر. عزلوا خورشيد باشا وولوا محمد علي حكم ايه؟ مصر. ودي كانت اول مره تحصل في التاريخ ان المصريين يعزلوا والي ويعينوا ايه؟ اخر. فبيجي كده يقول لك بما تفسر، يعتبر يوم 13 مايو 1805 يوم مهم بالنسبه للمصريين. اقول له ايه؟ حيث استطاع الشعب المصري عزل خورشيد باشا وتعيين محمد ايه؟ علي. طب كان ايه موقف السلطان العثماني؟ في الاول رفض، لكن وافق بعد كده على تعيين محمد علي واليا على ايه؟ على مصر. امال مين يا شباب اللي كان شايف ان محمد علي ما ينفعش يتعين والي على مصر، او هم كده مش هيبقوا مطمنين على مصالحهم الاقتصاديه؟ بريطانيا. فبريطانيا عملت ايه؟ بصوا كده، بريطانيا يا شباب حاولت تنقل محمد علي من مصر، فاستغلت ان علاقتها في الوقت ده كانت كويسه بالسلطان العثماني، وحاولت وطلبت منه نقل محمد علي، او عزل محمد علي وتوليه واحد اسمه محمد بك الالفي، او اي ولي اخر غير محمد علي. تمام؟ السلطان العثماني وافق، وبعت فرمان مع الاسطول بتاعه بيطلب من محمد علي تسليم السلطه دون معارضه، وبيطلب منه ان هو يتنقل لولايه اسمها ايه؟ سالونيك. محمد علي رفض وراح على الزعامات الشعبيه اللي ضغطوا تاني على السلطان العثماني، واضطر السلطان العثماني ان هو يثبت محمد علي في حكم ايه؟ مصر، وبعت بالكلام ده فرمان. يعني ايه كلمه فرمان يا شباب؟ امر سلطاني واجب التنفيذ، يعني لازم يتنفذ. تمام؟ يبقى كده اول حاجه فشلت محاوله نقل محمد ايه؟ علي. الحاجه الثانيه حمله فريزر. بريطانيا لسه مش مطمنه على مصالحها،
وقالت ان احنا طلبنا من السلطان العثماني ان هو ينقله وما رضيش. طب هنعمل ايه؟ هنشيل احنا محمد علي من الحكم. فبعتوا حمله بقياده واحد اسمه فريزر سنه 1807. طب ليه؟ عشان ثلاث حاجات: خلع محمد علي، تعيين محمد بيك الالفي، تمام، واحتلال ايه؟ مصر. يبقى لما يجي يقول لي كده سؤال بما تفسر ارسال بريطانيا حمله فريزر، اقول له ايه؟ لخلع محمد علي وتعيين محمد بيك الالفي وتثبيت محمد علي في واحتلال ايه؟ واحتلال مصر. طب ايه اللي حصل يا شباب؟ المصريين قاوموا مقاومه شديده جدا في رشيد وحماد، قاوموا مقاومه شديده في رشيد وايه؟ وحماد. فايه النتائج اللي ترتبت على حمله فريزر؟ اقول له فشل حمله فريزر. 2، جلاء الحمله مقابل الافراج عن الاسرى. الحمله طلبت منهم ان احنا هنمشي بس فرجونا على الايه؟ على الاسرى. ودخول محمد علي اسكندريه ايه؟ منتصر. دخول محمد علي اسكندريه منتصرا. يبقى كده الحاجه الثانيه فشلت اللي هي ايه؟ حمله فريزر. محمد علي بقى ابتدى يعمل ايه؟ ابتدى يطلع نفوذ محمد علي ان هو عايز ينفرد بالحكم. هو عارف ان الزعامات الشعبيه دي هي اللي عينته، فقال ايه؟ فقال اللي عيني هو اللي هيقدر يشيلني. فقرر محمد علي ان هو يعمل ايه؟ ان هو يتخلص من الزعامات الشعبيه اللي عينته. اتبع معاهم ايه يا شباب؟ اسلوب الترغيب والترهيب، تمام؟ وابتدى يفرق ما بينهم ويوقع ما بينهم لحد ما عزل عبد الله الشرقاوي من منصبه، وقام بعزل عمر مكرم من نقابه الاشراف، ونفيه الى ايه؟ ونفيه عمر مكرم الى دمياط، نفيه عمر مكرم الى ايه؟ الى دمياط، تمام كده؟ يبقى هو كده اتخلص من الزعامه الايه؟ الشعبيه. المماليك بعد كده، يا ترى كان موقف محمد علي ايه من المماليك؟ قدر يا شباب محمد علي ان هو يتخلص من المماليك بثلاث حاجات. اول حاجه حرمانهم من المناصب العليا زي منصب شيخ البلد مثلا. 2، ابتدى يطاردهم ويحاربهم في كل مكان. 3، دبر لهم يا رجاله مذبحه او مؤامره اسمها مذبحه القلعه. عزمهم عنده في القلعه على اساس ان هم يتصالحوا ويحتفلوا بخروج الجيش والكلام ده، وقام قافل باب القلعه وعمل مذبحه الايه؟ القلعه. طب ليه محمد علي كان عايز يتخلص من المماليك؟ لانه كان يرى انهم يمثلون اهم عناصر الفوضى في مصر، علشان هو كان شايف ان دول بيمثلوا اهم عناصر الفوضى فين؟ في مصر، عشان كده كان عايز يتخلص منهم. بتخلص محمد علي من الزعامه الشعبيه والمماليك، يبقى كده محمد علي عمل ايه يا رجاله؟ كده محمد علي قدر ان هو ينفرد بحكم مصر، قدر ان هو ينفرد بحكم ايه؟ مصر، تمام؟ دون وصايا، وهيبتدي يتفرغ لبناء مصر الحديثه، وهو ده اللي هنعرفه ايه ان شاء الله المره الجايه. كده خلصنا يا شباب، ان شاء الله ميعادنا المره الجايه وفيديو جديد اللي هو محمد علي وبناء مصر الحديثه. سلام عليكم.